زيارة هامة في توقيت بالغ الأهمية، قام بها الرئيس إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتعزية البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في شهداء حادثي كنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، حيث كان البابا وكبار أساقفة الكنيسة في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى الكاتدرائية. الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب خلال لقائه بقداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية عن خالص تعازيه في مصاب مصر الأليم من ضحايا الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية. الرئيس السيسي أكد أن كافة أجهزة الدولة ستبذل أقصى ما في وسعها لملاحقة مرتكبي تلك الأفعال الآثمة وتقديم كل من شارك فيها للعدالة في أسرع وقت. كما أعرب السيسي عن خالص مواساته لأسر الضحايا والمصابين، مؤكدا أنهم سيتلقون كامل الاهتمام والرعاية من الدولة. وأكد الرئيس السيسي أيضا عزم الدولة على الاستمرار في التصدي للإرهاب والقضاء عليه، مشيرا إلى ثقته في وعي الشعب المصري بكافة طوائفه وإدراكه لحقيقة ودوافع من يدعمون الإرهاب الغاشم لبث الفرقة بين أبناء الوطن ومحاولة تقويض جهود البناء والتنمية واستعادة الأمن والاستقرار. من جانبه أعرب قداسة البابا توادروس الثاني عن شكره لحرص الرئيس على زيارة الكاتدرائية، مؤكدا أن الإرهاب لم ينجح في شق صف المصريين والنيل من وحدتهم واستقرارهم، وأن الوحدة والمحبة بين أبناء الوطن هي السبيل الوحيد الذي يكفل سلامة مصر والقضاء على الإرهاب. بنرحب النهارده بالدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريده الدستور. دكتور محمد اهلا بيك معانا النهارده، وخلينا كده نبدا عن عيد القيامه هذا العام بعد وقوع الاحداث الارهابيه الاسبوع القادم. ودائما الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيحضر القداس اللي هو قداس عيد القيامه، ولكنه استكفى بانه يروح يقدم واجب العزاء قبلها بيومين. هو عيد القيامة السنة دي الحقيقة يعني في صفة جديدة وهي صفة التحدي. يعني إذا كان هدف المجموعات الإرهابية إن هي تعمل نوع من إفساد فرحة العيد وتعمل نوع من يعني جو من الحزن والغضب، النهاردة أنت الكنائس يعني أكيد التقارير اللي بتتعمل عن الاحتفال اللي هو الكنيسة قررت انه يبقى احتفال ديني طقوس دينية فقط دون استقبال المهنئين بالعيد، يعني كما جاء في بيان الكنيسة انه حتى لا يختلط العزاء بالتهنئة. لكن نزول الاقباط للكنائس والاحتفال بعيد القيامة بيقول انه في حالة من روح التحدي وحالة من الاصرار على ان يحتفل الاقباط ويحتفل المصريين كلهم بهذا العيد، في إشارة واضحة جدا إلى أنه هذا الإرهاب لن يستطيع إخضاع الناس ولن يستطيع إفساد حياتهم ولن يستطيع إفساد تحويل أعيادهم إلى مآتم. طبعا الحادث نفسه كان ضخم جدا، ويمكن الإشارة الواضحة كانت عند الرئيس أنه لم يذهب لتقديم العزاء في الكاتدرائية إلا بعد الإعلان عن مرتكب الحادث، وكان إحنا قدام رغبة من يعني العزاء بعد القصاص او بعد الثأر زي ما حصل قبل كده وقت تفجير البتروسية. فكانت الاشارة واضحة جدا الى انه اي اعتداء على المصريين بمختلف اطيافهم مختلف اشكالهم لن يتم التهاون فيه. فعيد القيامة الحقيقة هذا العام هو تأكيد على ان البلد لسه بعافية وان البلد قادرة على ان يعني تتحدى وعلى ان تقف امام رغبة الارهاب في افساد حياتنا. طبعا بعد هكذا حوادث بيكون في اجراءات امنية مشددة، مش معنى كده ان وقت التفجير ما كانش في امن، لا كان في امن حتى بعضهم استشهد في هذا العمل، ولكن من الواضح من متابعتنا احنا من كاميرتنا اللي نزلت في الكنائس مختلفة في اجراءات امنية طبعا
زيادة يعني أكتر طبعا. الله يكون فهم أكتر من الأول بكتير. صحيح. لكن هل الملاحظ برضو أو حضرتك يعني طبيعة إنه برضو ده ما أثرش على الناس إنه يبقى فيه تواجد أهلي، إنه يبقى فيه إجراءات، إنه يبقى فيه منع مثلا يعني هم حاطين على محيط الكنائس كم متر علشان ما حدش يقرب، ممنوع إن السيارات تكون متواجدة في هذا المكان، لكن ده من الواضح من أعداد المحتفلين إنه ما يعني ما أثرش عليه. هو في حالة تفاهم من الطرفين الحقيقة، يعني في حالة تفاهم من أجهزة الأمن إنه هي في النهاية بتعمل إجراءات، طبعا زيادة في الإجراءات للتأمين، وفي تفاهم من الناس اللي هم مترددين على الكنائس النهاردة إنه هذه الإجراءات في النهاية في صالح الجميع، ممكن مفيش ضيق بالمسألة. غير ملاحظ إنه الجماعات الإرهابية غيرت الاستراتيجية بتاعتها، لأن إحنا لو جينا نقيم اللي حصل في تفجير طنطا وتفجير اسكندريه، احنا قدام اهداف ارهابيه متحركه، يعني كان يمكن ان يتهم الجهاز الامني بالتقصير اذا كان هذا التفجير ناتج عن عبوات مثلا مزروعه في اماكن معينه او عن طريق سيارات مفخخه مزروعه في اماكن معينه، لكن انت بتتكلمي عن واحد يعني لافف نفسه بحزام ناسف وماشي قدام الكنيسه اللي هي قدامها تامين فعلي، وبعدين بيحصل التفجير في ثواني معدوده، وزي ما حضرتك اشرتي انه عدد من الرجال الامن استشهدوا في محاوله منع هذا الانتحار. لو تفتكري في البطرسيه الحارس بتاع الكنيسه اشتبه في الانتحار، الانتحار سبب انه فجر نفسه. فده تغيير في استراتيجيه العمليات الارهابيه، انه بيستخدم بشر هدف متحرك بيتم بيه تنفيذ المساله، وده اللي يمكن في معرف يعني انه في عمل لتغيير الاستراتيجيه الامنيه نفسها في مواجهه العمليات الارهابيه المحتمله، لانه احنا لسه الحرب مفتوحه وقد تكون في عمليات اخرى، فالاستراتيجيه الامنيه بدأ في التغير، لان التامين التقليدي حتى بتحديد حرم امن للكنائس والى اخره لم يكن كافيا لمواجهه هذه العمليات الانتحاريه. بس هو يعني حضرتك لما تتذكر يعني الاحداث، لو حد زي ما حضرتك بتقول لافف حزام ناسف ومعدي، هو الشارع بتاع الكنيسه ما هو الشارع عريض عشان مثلا يبقى لسه كمان الامن هياخد نصه عشان يبقى فيه بوابه اولى ولا يبقى فيه بوابه ثانيه، فالفكره ما بتبقاش عمليه في كل الاماكن، يعني يجوز في الكاتدرائيه الدنيا واسعه عبال ما بتوصل لباب الكنيسه او الناس اللي بتصلي جوه. لكن الكنائس الثانيه لا دي موجوده في الشوارع وموجوده في حواري بالظبط، وزي ما حضرتك بتقولي هيبقى من صعب واحد الجري كده صعب، واحد ماشي في الشارع لابس حزام يعني هم مش هيقدروا يفتشوا برضه الناس اللي ماشيه في الشارع. ده اللي مصعب المساله جدا، يعني ده اللي مصعب المساله، وده اللي بيخلي مثلا الاجراءات الاخيره منها جزء مثلا الاول مره يعلن عن مكافاه كانت 100,000 جنيه وبعدين بقت 500,000 جنيه للارشاد عن الناس المتهمين في الخلافات الهربانين، فده اشاره لان الامن النهارده بيتكلم انه الناس على سبيل المثال في اسر كتير جدا عندها اولادهم مختفين سافروا وراحوا سوريا وراحوا العراق وفي سيناء منخرطين في هذه التنظيمات، واهلهم عارفين ان هم مسافرين وجيرانهم عارفين ان هم مسافرين بس ما يعرفوش هم بيعملوا ايه، ما يعرفوش هم بيعملوا ايه، لانه في حرص كمان من الجماعات المتطرفه انه الشخص لا يعلن اسرته هو فين حفاظا عليه، ما يقولهمش هو بيجاهد او مش بيجاهد، يعني موجود في اي تنظيم ارهابي حتى يحافظ عليه. فالاشاره كانت واضحه جدا لانه الامن لم يكن وحده قادر على مواجهه هذا التكنيك الجديد في العمليه الارهابيه. اللي مختفي يعني اذا كانت الناس عارفه ان في حد مختفي وفي حد مسافر لازم يتم الابلاغ عنه، مش بهدف التعامل مع اسرته، لان هو الكارثه الكبيره في ايه؟ بعد هزيمه داعش في الموصل وبعد حصاره في سوريا في عدد كبير جدا من المصريين كانوا موجودين، صحيح انه اكبر عدد انضم لتنظيم داعش كان من تونس، لكن في عدد كبير جدا من المصريين. دول الخطر الذي يسميه جهاز الامن المصري الان العائدون من سوريا. العائدون من سوريا دي ناس خرجت زي زمان كده العائدون من افغانستان بالظبط، دي القنابل اللي قادمه الى مصر، دول ناس خرجوا احيانا بتاشيرات سياحيه راحوا تركيا ودخلوا من تركيا لسوريا، دخلوا من قطر لسوريا، سافروا الاردن ودخلوا سوريا،
ومفيش معلومات كافية عن الجهاز الأمني عن الناس اللي خربوا دول، وقد يعود هؤلاء الناس بشكل عادي جدا، يعني يدخل من سوريا على تركيا تاني ويرجع مصر ولا تكون هناك معلومات كافية ان هذا الشخص كان موجود في سوريا ولا كان موجود مع داعش او الاخر. فهيدخل عندك عدد كبير جدا من اللاعبين دول، في عدد ضخم تم القبض عليه ويتم التحقيقات معاه. وعايز اقول لك ان كشف الخلايا بيتم بسرعه، لان هم بيستدعوا ناس من العائدين دول وبيعرفوا منهم معلومات. لكن كم الخطر الذي يمثله هؤلاء العائدون من سوريا، اعتقد انه خطر كبير جدا. واعتقد ان هنا دور المجتمعي في الحرب على الارهاب، دور المجتمعي لا يقتصر فقط على الادانه وعلى الشجب وعلى تقديم التعازي وعلى الناس تبدي نوع من الحزن والاستياء لما يحدث يعني، ولكن الدور المجتمعي بيقتضي ان اذا كانت لديك معلومه لابد من الابلاغ عنها. ويمكن الجهاز الامن الوطني حط بعض الارقام، واي حد عنده معلومه بيشتبه في شخص. بعض الناس قالت ان ده ممكن يكون نوع من التفكك الاجتماعي، لكن في النهايه يعني اذا لا هو مش بس تفكك اجتماعي، هو ممكن كمان حد يكيد لحد. لكن هقول لك انه مثلا الاجهزه الامنيه وحتى جهاز القضاء بيتعامل بشفافيه وبيتعامل بحرص، لانه الراجل بتاع راس غارب مثلا اللي هو ورد اسمه في الخليه بتاع تفجير طنطا راح سلم نفسه وتم التحقيق معاه وتم الافراج عنه. فهنا كانت في معلومات عند الجهاز الامني اللي اتهم على اساسها هذا الشخص، ولما تبين انه هذا الشخص كان بيرتبط بعلاقه عمل مع احد المتورطين في العمليه، يعني الراجل بتاع راس غارب ده كان بيشتغل مع محمود مبارك في شركه البترول اللي هو كان بيشتغل فيها، محمود مبارك ده اللي فجر نفسه في طنطا، كان بيرتبط بعلاقه عمل، وتم على هذا الاساس اتهامه. فلما تبين لي النيابه انه الراجل مش متورط في حاجه تم الافراج عنه. اذا حتى افترضنا انه هيستغل البعض مساله الابلاغ عن مشترك فيهم او ناس مشكوك في انتماءاتها، هيتم استغلاله للكيد للبعض مثلا ويتم الايقاع بالبعض بدون ذنب، اعتقد ان الاجهزه يعني المساله مش هيبقى فيها خطر كبير على الناس. لكن هو الخطر مقارنه حتى اذا افترضنا انه في خطر على التماسك الاجتماعي لا يقاس ابدا بكم الخطر اللي احنا ممكن نتعرض له، لان هو لما كان بيتوجه الى الكنائس تحديدا هو كان بيضرب جزء مهم جدا من مقومات الامه المصريه اللي هي امه متحده، ما فيش فروق ما بين المسلمين والمسيحيين، فبيضرب هذا التلاحم، بيعمل نوع من التقليد الراي العام العالمي انه الاقباط ما فيش حد بيحميهم في مصر، كل شويه يصدروا لهم. حضرتك شايف ان رده الفعل العالميه والدوليه على هذا الحادث مماثله لردات فعل سابقه، ولا نتيجه بقى الظروف الدوليه والعالميه؟ ليه سبب كمان؟ يعني ليه سبب حتى بصرف النظر عن تغير شكل العلاقات الدوليه بعد وصول ترامب للبيت الابيض؟ لان انت عارفه الاداره الامريكيه كانت السابقه كانت بتتعامل مع هؤلاء الارهابيين على انهم معارضين للنظام المصري، يعني ما كانش بيجي يقول لك ان ده ارهابي، لو ده معارض والعنف ده تعبير عن المعارض. ولا برضه ايه الدور مع ارتفاع وتيره الارهاب في دول اخرى؟ ده انا هقول لحضرتك الاسباب. فالاداره الجديده الامريكيه في نسج شكل من العلاقات وفي تصور جديد لان دول جماعه ارهابيه، ويمكن في جدل كبير جدا في الاداره الامريكيه دلوقتي ما بين اطرافها الخارجيه والبنتاغون والبيت الابيض على مساله اعلام الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه، في حوار حوالين هذا الموضوع. فالاداره الامريكيه دي بتقول انها ضد الارهاب وستحارب الارهاب، فده برضه انت عارفه ان حتى الدول الكبيره في الغرب تابعه للولايات المتحده الامريكيه. ده سبب. السبب الثاني ان هم شافوا في العواصم الكبرى، يعني احنا عندنا في باريس وفي لندن وفي برلين وفي بعض المدن الامريكيه حصلت احداث ارهابيه ومحدش اتكلم هناك عن التاثير الامني، ومحدش اتكلم هناك على ان النظام مش قادر يحمي المواطنين، لا تعاملوا باحترافيه شديده جدا مع هذه الاحداث. فالنهارده لما يحصل حدث في مصر هو مماثل او يمكن حتى اقل وطأة من الحرق، يعني الحادثه بتاعت باريس كان مستهدف رئيس الجمهوريه كان موجود في الاستاد وهم داخلين يفجروا الاستاد. فلما يحصل حدث في مصر بينظر ليه في ضوء ما شاهدوه هم عن قرب، يعني قبل الاحداث دي ما كانش في التخيل انه الارهاب يمكن ان يضرب قلب العالم الغربي. سبب ثالث وحتى برضو عشان ندي الناس حقها، لان احنا طول الوقت كنا بنقول انه الخارجيه المصريه مقصره في شرح وجهه النظر المصريه للعالم، اعتقد ان الفتره اللي فاتت وصلت الصوره الى
يعني بدرجة كبيرة إلى العالم أو إلى حتى العواصم المؤثرة في العالم إن هذا البلد يواجه حرب مع الجماعات الإرهابية. فكان في نوع من يعني التضافر ونوع من الحرص على إدانة. حتى بتتكلم على دول احنا بنتهمها بشكل واضح جدا ان هي داعمة للإرهاب وبتأوي قنوات تحرض على العنف في مصر وتحرض على الإرهاب في مصر, يعني زي تركيا وقطر تحديدا. يعني وزير خارجية تركيا قدم العزاء للرئيس وأمير قطر قدم العزاء للرئيس بشكل رسمي, وإن كان ده يمكن يدخل تحت البند البروتوكولي, لأن إذا كنت تدين هذا العنف في مصر فكيف تأوي قنوات يحرض من خلالها إعلاميون على العنف وعلى الإرهاب في مصر؟ هو فاصل بين ذلك. يعني إذا كنت بتعتبر إن دول لاجئين سياسيين, لكن اللاجئ السياسي ما بيشنش حرب, يعني ما بيستخدمش أدوات إعلامية للهجوم على البلد اللي هو كان خارج منها. يعني إذا حتى قلنا موافقين إن أنت يعني بتأوي الناس دول على إنهم لاجئين سياسيين, لكن اللاجئ السياسي لازم يحترم نفسه يعني, لكن هم بيحرضوا بشكل واضح جدا على العنف والإرهاب في مصر. فالعالم كله تضافر ليه الأسباب اللي أنا بقول لحضرتك عنها. طيب في السنوات الماضية لما كان بيحصل هجوم على كنيسة تحديدا, طبعا ده كان برضو مش كل المجتمع زي بعضه, عندنا يعني محافظات فيها نسبة برضو من الأمية أو الثقافة, فممكن يبقوا بتوع القاهرة مثلا أو بعض المحافظات مش القاهرة بس واعيين للرسالة اللي عايزة يعني تقوم بها أو يقوم بها الإرهابيون في موضوع نسيج الأمة وضرب الأمة, لكن بيبقى فيه أحيانا تداعيات سلبية على آخرين وعلى مجتمعات أخرى بيعيش فيها مسيحيون ومسلمون. هل هذه المرة تخشى برضو أن يكون في تداعيات زي كده, ولا الأمر الآن بقى مرتبط أن ده إرهاب موجه ضد الشعب المصري؟ الجميع دي النقطة الأساسية, أن بقى في وعي عام أن هذا الإرهاب لا يفرق بين المصريين على أساس دينهم. في عمليات كتير جدا بيروح فيها مسلمين, وحاصل في سيناء حتى الوقت بقى الأطفال الصغيرين, يمكن الأسبوع اللي فات كان حادثة كان ضحيتها أطفال صغيرين. فأنت قدام إرهاب لا يفرق لا على أساس الدين ولا على أساس النوع ولا أساس ولا على أساس العمر, والناس بقى وصل لها هذا المعنى بوضوح. ولذلك حالة انت عارف احنا كنا قدام حالة قومية, حالة من الحزن القومي, يعني مش بس الأباط زعلانين او اللي فاهمين زعلانين, لان انت بتتكلمي على دي ناس راح تصلي في بيوت الله في النهاية. انت عارف كل منا يتعبد لله بطريقته يعني, وهو الله الذي يقبل في النهاية, ما حدش فينا واصي على الاخر. فمسألة انه في ناس راح تصلي في بيت من بيوت الله فيتم تفجيرها ويتم قتلها بهذا الشكل الوحشي, خاصة الرسول كمان مختلف شوية مع اتجاه رسمي في الدولة انه ما ننشرش في الاعلام صور البشعة بتاع القتل. لا, انت قدام نوع من التحفيز ان هذا هو ما يفعل الارهابيون, يعني هذا آلة القتل التي تتحرك بعنف وبقوة وبإصرار ده اللي بتخلفه. ولما تشوف اثار هذا الارهاب غير لما تسمع عنه, يعني غير لما تسمع رقم تقول انه تم تفجيره وتم مثلا زي لما تسمع غير لما تشوف بشاعه, يعني لما تقول انه اثر هذا التفجير عن استشهاد 43 واحد قدام رقم. احنا هنكمل كلامنا بعد موجز الاهم واخر الانباء مع اشرف عبد العاطي, لانه لسه للحديث بقيه في هذا الموضوع. طيب احنا بنجدد التحيه مره اخرى للدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريده الدستور. احنا كنا واقفين عند او توقفنا قبل الموجز يعني عند نقاط تتعلق بالتداعيات المجتمعيه لهذا الحادث من خلال الاحتفال بالاعياد. خليني اسالك كمان على موضوع الخطاب الديني, لانه المطالبه بتجديد الخطاب الديني ده مطالبه قديمه حديثه او مستمره الى الان.
حضرتك كصحفي وكمتابع عندك اي فكره آلية تجديد الخطاب الديني دي بتسير ازاي؟ هقول لحضرتك على ما يحدث على الارض. يعني احنا قدام حتى الان منذ تقريبا 30 يوم حتى الان في 17 مرة موثقين طالب فيهم عبد الفتاح السيسي بضرورة تجديد الخطاب الديني يعني في احاديث معلنة، وكان يطالب القائمين على يعني الشؤون الدينية على اعتبار ان الازهر بحكم الدستور هو المؤسسة المعنية بالشؤون الدينية والشؤون الاسلامية يعني وطالبهم 17 مرة، كان اخرها في البيان اللي طلع بعد اجتماع المجلس الدفاع الوطني اللي هو شكله على اساسه احد شكله على اساسه اللي هو المجلس الاعلى لمكافحة الارهاب واتكلم عن تجديد الخطاب الديني مرة اخرى. في مصر حاليا استجابة لهذه الدعوة تم تأسيس ثلاث اتجاهات او في ثلاث اتجاهات اشتغلت في تجديد الخطاب الديني. اتجاه على رأسه مؤسسة الازهر ودكتور احمد الطيب، وهذا اتجاه يسير في مسار. ثم اتجاه اخر يقوم به الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف، وهذا مسار ايضا منفصل. ثم مسار الثالث اللي بنطلق عليه مدرسة التجديد يعني اللي بيقوده الدكتور علي جمعة، ومعاه مدرسة من الدعاء الشباب يمكن فيهم دكتور اسامة الازهري وعمر خالد واخرين. كل اتجاه من هذه الاتجاهات عمل كثير من الفعاليات واصدر كثير من الكتب والى اخره. لكن في اكتر من ملاحظه. الملاحظه الاولى انه لماذا لا تجتمع هذه المسارات الثلاثه في مسار واحد؟ بنلاقي انه في رغبه يبدو ان كل مؤسسه عايزه هي اللي تقود هذا العمل. مفيش نوع من التفاهم ان هناك ضروره وان هناك قضيه مهمه جدا ستصب في النهايه في صالح الوطن بصرف النظر عن الافراد، يعني بصرف النظر عن من يتصدر الصوره او بصرف النظر عن مين هو الان اللي بجدد. ده رقم واحد. رقم اثنين انه في يعني انا اربأ طبعا بالقناه دي انه اقول هذا التعبير، لكن في نوع من الكيد بين هذه المسارات الثلاث. يعني كل مسار لا يهتم بما يقدمه بقدر ما يهتم بهدم ما يقدمه الطرف الاخر والتقليل من شان ما يقدمه الطرف الاخر. خلاص تقدر تخلي متابعاتك. يعني هقول لحضرتك مثلا مؤسسه الازهر بتقوم بتنظيم مؤتمرات، ووزارة الأوقاف من خلال مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. هتوقف مع حضرتك قليلا، هنروح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية نستمع لجزء من كلمة البابا توادرس. هو ضابط الكل، والله اختارهم في ذلك اليوم الذي هو يوم عيد، اختارهم لكي ما يصيروا سفراء لنا في السماء، يرفعون صلوات من أجلنا ويتشفعون في ضعفنا. نذكرهم مع كل أبنائنا الأحباء المصابين والجرحى والذين تماسى العدد منهم للشفاء وخرج من المستشفيات، وننتهز الفرصة لكي ما نذكر أيضا أبنائنا وإخوتنا الأحباء الذين أيضا استشهدوا في حادث المرقسية لرجال الشرطة. نذكرهم بالخير ونذكر محبتهم وخدمتهم، ونشكر أيضا كل الرعاية الصحية التي قدمت في المستشفيات المدنية والعسكرية، وكانت الحقيقة محل تقدير كبير، والكثير من المرضى شعر بهذه الرعاية الفائقة وتماثلوا للشفاء، ونشكر الله. في القيامة يا أحبائي عندما نحتفل بها، هذا الاحتفال هو احتفال للإنسانية، ونحن في هذا العام يحتفل كل مسيحي الأرض بعيد القيامة في نفس التوقيت، وهذا الأمر يتكرر كل 4 سنوات، لأن الاختلاف في المواعيد هو اختلاف في التقويم فقط. واحتفلنا بالقيامة لأن القيامة تعتبر مصدر قوة على المستوى الإنساني. نحن نقوم في كل يوم، نوم في الصباح، يقوم كل إنسان لعمله ومسؤوليته، و
ونبدأ الصباح دائما بفعل القيام. فالقيامة هي فعل إنساني وأخذ قوته من قيامة السيد المسيح. يوم الجمعة الكبيرة بالأمس، الجمعة العظيمة، كان يوم صلب المسيح، وهذا الصليب له الشواهد والدلائل التاريخية والجغرافية والمكانية والاجتماعية التي سجلت يوم الصليب في سجلات البشرية. ثم جاءت القيامة. كان يوم الجمعة يوم ظلم ويوم ألم، ونسميها جمعة الآلام. كان يوم ظلم زمن السيد المسيح، ولكن سرعان بعدما مات على خشبة الصليب أن قام في فجر الأحد. ولكي ما نعرف قوة القيامة، أذكر لكم إنسانا كان يهوديا وكان اسمه شاول الترسوسي. وهذا الإنسان ولد تقريبا في بدايات القرن الأول الميلادي. كان إنسانا مثقفا وتعلم في جامعة ترسوس وهي على الحدود السورية التركية. وهذا الإنسان كان يهوديا متعصبا مضطهدا، وقال عن نفسه أنه كان يضطهد كنيسة الله بإفراط، وقال عن نفسه أنه كان مفتريا. شاول الترسوسي كان متعلما عند أكبر علماء اليهود، وكان اسمه غمالائيل، وكان يفتخر بذلك. وكان شاول الترسوسي إنسانا متعصبا ليهوديته إلى أقصى درجة، حتى أن اسمه كان مخيفا عندما يذكر في مجتمعات اليهودية أو المجتمعات المسيحية الأولى. وهذا الإنسان أخذ على عاتقه اضطهاد المسيحية وقتل المسيحيين بصورة بشعة. هذا الأمر كان في القرن الأول الميلادي. وعندما وقعت في التاريخ قصة أول استشهاد، كان القديس اسمه القديس استفانوس، نسميه أول الشمامسة. ولكن عندما رجموا استفانوس خاف المسيحيون وهربوا من أورشليم. استمعنا لجزء من كلمة البابا توادروس بابا الكنيسة المرقسية وبطريرك الكرازة المرقسية، وطبعا ده أثناء أو على هامش الاحتفال بعيد القيامة المجيد أو إقامة الصلوات الخاصة بعيد القيامة المجيد، كونهم طبعا أعلنوا أنه ما فيش احتفال بمعنى الكلمة هذا العام نتيجة الأحداث. طيب أنا هرجع لحضرتك. طبعا الكلمة كان فيها حديث طويل ومطول عن الاستشهاد وعن الشهادة وعن الضحايا اللي راحوا في هذا الحادث، وأن هم سفراء في السماء. هو الجزء اللي سمعناه كان بيقول كده، وكان كمان بيقدم الشكر أو كمان بينعي أولا الاستشهدوا من المسلمين، وكان بيقدم بالشكر للرعاية اللي تقدمت للمصابين. احنا كنا نتكلم على الخطاب الديني وحضرتك بتقول على انه في ثلاث اتجاهات هي مش مترابطة، وللأسف الشديد يعني قد يكون بينها كثير من التنحر. وده اللي بيفسد الحالة، لانه في الاتجاه الرابع هو مش داخل في هذه المعركة مثلا اللي بتقوده دار الافتاء على رأسها الدكتور شوقي علام. وعايز اقول لك ان تجربة الدكتور شوقي علام مثلا في تجديد الخطاب، الشغل اللي هو بيعمله يستحق ان يلقي عليه الضوء بشكل اكبر، لان هي تجربة الى حد كبير مكتملة والى حد كبير فيها منهج علمي. يعني هم مثلا عاملين مرصد
الفتاوى الإرهابية. يعني بيجي كل الفتاوى اللي بتقولها داعش هو بيفندها على المستوى الشرعي. وعايز اقول لك ان هم ترجموا تقريبا حوالي 8000 فتوى بالانجليزيه والفرنسيه والالمانيه وارسلوا بها الى هذه الدول انه كنوع من الردود الشرعيه على ما تروجه داعش في الاعلام من فتاوى. داعش عندها مجله اسمها دابق، هم عملوا هنا مجله اسمها انسايت بيفندوا فيها كل ما ياتي في هذا الموضوع. قد يكون هذا المنهج يعني متسق شويه مع شخصيه فضيله المفتي انه هو في مساحه الدفاع، يعني هو بينتظر مساحه رد الفعل، يعني بينتظر ما يقولون الفتاوى يطلع فتوى هو يبتدي يشتغل عليها فيبدا يمكن ده بس وجه الضعف. فهذه الحاله من التناحر في مساله الخطاب الديني اعتقد ان هي المفروض ان تتوقف لان هي اخرتنا كتير جدا. ده مستوى. المستوى الثاني السؤال يعني لازم نساله، هل القائمين على المؤسسات الدينيه في مصر على قناعه كامله بما يتطلبه المجتمع في مساله تجديد الخطاب الديني ولا مش على قناعه؟ يعني هم بيشتغلوا لان القيادة السياسيه بتطلب، يعني مجرد انه بتطلب وعلى هذا الاساس هم بيقعدوا يعملوا انشطه ومؤتمرات ويطلعوا كتيبات ويتكلموا كلام لطيف لارضاء القياده السياسيه فقط، ولا هم عندهم قناعه انه هذه قضيه ضروريه وقضيه مجتمعيه ملحه، يعني احنا عايزين تجديد الخطاب عشان محتاجين تجديد الخطاب. طب انا هضيف سؤال تاني لاستفسار حضرتك ده. اتفضل. اولا هل المسارات الثلاثه بتشتغل على صعيد جمهوريه مصر العربيه؟ ولا هي بتشتغل على فعاليات موجوده بس في المحافظات الرئيسيه او الكبرى؟ لا ما اعتقدش ان هم مركزيين جدا. دي نقطه، ده الملاحظ، واذا كان لدى احدهم كلام اخر يقوله لنا يعني عشان يصحح لنا المعلومه. هم متكلسين جدا حتى في اجتماعات ومجالس، وزي ما بقول لحضرتك يكفي انه لا يصل ما يتم انتاجه للناس، يعني وكانه هو بيجيب على سؤال فقط للرئيس او بيلبي رغبه لدى الرئيس، لانه المساله للاسف الشديد جدا ان القياده السياسيه سابقه في كذا مرحله. يعني دايما هو بيقول انه في فرق سرعات بين الرئيس وبين الحكومه. في برضه فرق سرعات ما بين ما يقوله هو وما يتم على الارض في مساله تجديد الخطاب، لانه خرج من الرغبه في تجديد الخطاب الديني المتطرف الى تجديد الخطاب فيما يتعلق بالقضايا المجتمعيه، مثلا لما طالب بحكايه الطلاق الشفوي وان الازهر يجتهد عشان يحط تصور لمساله الطلاق الشفوي طبقا للمتغيرات اللي موجوده في المجتمع. فلقينا ان المؤسسه يعني كما فشلت في تجديد الخطاب المتعلق بالتطرف يفشل ايضا فيما يتعلق بالقضايا المجتمعيه. انا عندي خطاب ديني بيتكلم عن الطلاق، الاحتيال دلوقتي المجتمع بيقول يا جماعه ما ينفعش انه اي واحد يعني على مزاجه يعني يطلق فيهد بيت على مزاجه، بندي فرصه انه حتى لا تهدم البيوت، فبيقول لك يعني الطلاق ده يتم قدام مأذون مش اكتر من كده، المأذون ده قد يكون راجل عاقل فيهدي الامور، يعني اجراء عمليه اجرائيه. فتيجي المؤسسه تحتاج تقول لك انه ما هو ما كانش بيتم توثيق الطلاق، اذا كان ما كانش في توثيق اساسا يعني لك مش جواب لا ما يقول لك ما كانش بيتم توثيق الطلاق ايام الصحابه، فاحنا كده هنا ابتدى يا فندم ما كانش في توثيق للزواج نفسه، يعني ما كانش في كان واحد يطلع واحد على الواتس اب مثلا ما كانش في حكايه التوثيق نفسها، فانت محتج عليا بايه؟ واذا كان هذا العصر لا يوجد فيه توثيق، طب العصر اللي انا موجود ده فيه توثيق، وهذا امر يعني يتعلق بالحقوق ان هو كثير من الزواج. طب عشان ما نخشش في موضوع تاني، هل ده معناه ان احنا المفروض برضه بنزاد تجديد الخطاب؟ طيب ما ده هو يعني فشل في الاهداء، يعني احنا ما زلنا من وجهه نظر حضرتك ما حققناش اي خطوات ايجابيه على صعيد على الاطلاق، كلها حديث خطوات بيهدفوا من وراها الى الشؤون الاعلامي فقط، وعشان يقولوا ان احنا بنجدد، وعشان لما تطرحي انه هذا التجديد لابد ان تتداخل فيه تخصصات مختلفه، لازم بتوع علم النفس يدخلوا، لازم بتوع علم الاجتماع لازم بتوع التاريخ يدخلوا، لان هو عارف المساله مشت ازاي، المساله مش مجرد فتوى او راي شرعي، هو بيروح لكتاب من كتب التراث، لانه على سبيل المثال كيف تسير حياتي بما قالوا عالم مثلا في القرن الرابع الهجري او القرن الثالث الهجري، هو كان عظيم جدا فيما قالوا في هذا التوقيت، يعني كان رائع، يعني كان عالم دليل على دماغي، لكن عندما يعني استطاع
استحضر ما قاله في القرن الثالث ولا القرن الرابع ده اجيبه النهارده بكلام متخلف جدا. الإمام اللي عمل ده مش متخلف يعني الإمام اللي اجتهد لكن الموائمة التاريخية مش في القرن الثالث ولا القرن الرابع احطه وانا عندي في القرن الرابع وشيء ده كلام متخلف جدا ده اللي بتصير الإسلام. فأنا بقول لك كما هو كان إمام يعني الإمام أبو حنيفة وابن حنبل والشافعي والإمام مالك كل دول أئمة. هل الموجودين في الازهر دلوقتي ما يقدرش يطلع واحد يبقى في علم وفقه واجتهاد الامام الشافعي؟ ما انا عايز كان انا مش عايز الامام الشافعي. الامام الشافعي بالنسبه لي تاريخ ما قال وما كتبه وما اجتهد فيه ده كان بيواكب وقت معين تاريخ. انا محتاجك انت دلوقتي مش لكل ما اجي اكلمك تقول لي الشافعي قال. طب حضرتك قلت ايه؟ يعني ما الشافعي قال على دماغك انت قلت ايه؟ انت اللي عايش معايا انت اللي عارف المشكله اللي انا بعاني منها وقد تكون هذه المشكله ما كانتش موجوده عنده وقتها. انا بشكرك في النهايه دكتور محمد الباز رئيس تحرير جريده الدستور على هذا الحوار. شرفتنا يا فندم جدا النهارده. فاصل وانا عاود.